إلى حضرة حبيبك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا وسندنا عاشق الرسول الإمام محمد البصيري رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا أبي العباس المرسي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ياقوت الأرش رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا عاشق الرسول السيد محمد علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا السيد عباس علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وملجئنا عاشق الرسول الشيخ عبد القادر الكندوري قدس الله سره العزيز خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا قطب العالم محمد أبي بكر المدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات سائر أولياء والصالحين قدس الله أسرارهم اللهم انفعنا بهم وبعلومهم في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين